بخير أخير فيها وفيها الحق والأثر والفضل والذكر والمشكات والسور وهي التي صارها الجبار فانتشر شعت فر الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر في كل ناحية يفيق سناء وبكل واد بهجة وبهاء حتى إذا لاحت بشائر رحمة جارت لنا من خلدها الزهراء وهل لها بعد طول العهد منتقلوا إذ أنها خالفت عهدي فأوهنها صبري عليها وجرح ليس يندمل حيث المسارات كانت فرحة وهنا بهيجة والليالي طعمها عسل مرت سراعا لياليها فباغتنا من هاجس الخوف ما تجري له المكل وقطع الحبل منا ثم أقبلنا من بعد طول الهنا ما ليس يرتحل وأنزلونا بدار أكثرت ألما فليت شعري أين الصحف قد نزلوا وما تزال على عهد الهوى كمدا تعالج الشوق حتى يمضي الاجل وتسال الليل هل مروا فتجرحه ام هل نسوها ليالي الامس وارتحلوا والبدر يعرف ان الوجد نار لمن لكنها شده الاطعام والرحل لكنما سلوه المشتاق حين يرى مكارم الآل تحكي فضلها النزل وفيضها فاق الأرجاء مكرمة على الورى فهو سيل واقف هطل من البتولة كان النبع مندفقا خيرا وفضلا علينا خيرها شمل تلك الكريمة إما جئت تطلبها تلقى الحوائج حلت دونها الغيل من جنة الخلد جاءت من محمدها أكرم بها درة للعرش تتصل ريانة بالمدى والله صورها عورية بالهدى وحرم المثل سبحان من جمع الجنات في جسد من الضياء فلا شبه ولا بدل تلك الكريمة إما جئت تطلبها تلقى الحوائج حلت دونها القيل من جنة الخلد جاءت من محمدها أكرم بها درة بالعرش تتصل ريانة بالندى فالله صورها عورية بالهدى فحرم المثل سبحان من جمع الجنات في جسد من الضياء فلا شبه ولا بدل أم الميامين صن المرتضى وكفى لو لم يكن هو من يدنو فينقبل حتى ولو سيقت الأحياء واجمعهم ما قافتها فخارا تلكم الرسل يا آية النور كيف الغادرون عتوا عن أمر ربهم والأمر ممتثل حين استباحوا ديار المصطفى حنقا وأضرموا حقدهم فالدار تشتعل لم يجهل القوم منها فضل ما عرفوا لكن عرفنا
من العدوان ما جهلوا، وزيفوا كل فطر واضح ثبت من قول طه، وحل البطش والختل، وأقرسوا في بناء الدين إفكهم، وكيفوه لرأي باطل حملوا، وأورثوها إلى الأجيال نهج عمل، صاموا وصلوا ودين الله قد نحلوا، وقيدوا شيخها قسرا، وقد علموا أن الذي في القيود الدارع البطل، مؤلمين عليه الناس قاطبة، وغاصبين الهدى إرثا وما مهلوا، ومنذ يوم الأسى والناس في غير، والكل مزيفة يسري به الوجل، وقد أصموا الورى عن سمع هاديهم من بعد ما ضجت الأبواب والسجون، وأدخلوهم بجرف معتم فتنا أنى لهم يخرجوا من بعد ما دخلوا، إلى الضياع سرى والجهل قد عبر، وقد تحاذر أمرا ثم ما يئلوا، فتلك أيامهم صارت لنا عبرا، والشيء بالشيء عند الذكر يمتثل، لكن لعمري أين المهمه الرجل، ومن يعيد الورى من بعد ما انتقلوا، حتى يصب عليهم حقه قضبا، فيدرك الغافلون اليوم ما غفلوا، ولا تحينئذ من سيفه هرب، كلا ولا عصب تجدي فيمتهلوا، إن الأبي إذا ما حان مقطعه، ترى السماوات والأكوان تحتمل، إذا تراه أتى في فتية كملت أحلامهم، وعلى أعدائه سحلوا مثل العذاب، إذا ارتجت سيوفهم، ترى الدماء حوتها البيض والأسل، ضرب الرقاب إلى ما قابلوا زمنا، والموت يجري على من جاء يقتتل، ويوم يصغى إليه الناكثون فيجزيهم على قدر ما جاروا وما ذحلوا، ويملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا، وفيه الهدى والحق يختزل، فيستقيم بهم ميل الذين بغوا، ويصلح القائم الموعود ما عطلوا، فاصبر لوعد تنل من نصره زلفا، ولا تكن غافلا يفضي له الحبل، واركب صنائع ذاك اليوم لا ثقة أن الحقيقة يوم الفتح تكتمل، لظن الجاهل الباغي محالة، تظل هذا معقولا محالة، إلى ما ثار مهدينا محالة، جذور الفتنة وأحقاد الدعية، يمر ويذكر البضع ألمها، وآس الطف وأوجاع ألمها، يصيح اجمع طواغيها ولمها، وذبهم في وسط نار قضية، يموج الكفر من سيفه ويدوره، يشير بالتقى حتفه ودوره، يهدم في صوامعهم ودوره، إقامة عدل في كل البرية، إلهي أرجع الغايب وسلمه، مفتاح الفرج هاليوم سلمه، معاهنه على حربه وسلمة، أبد ما نتركه حق الزكية، أبد ما نتركه حق الزكية، أفلح من صلى على محمد.